متأكدة إن البتاع ده مش غالي؟ أنا كده كده عزماك، متقلقش. أنا وش شايفة يا رب الأكل يعجب. ميرسي. بقول لك صح، مش هم تقدم لي عريس؟ إيه؟ يعني إيه متقدم لك عريس؟ وفرحانة قوي كده ليه؟ إيه ده؟ مين متقدم لي عريس؟ إيه ده؟ مين ده؟ ده واحد ابن صاحب دادي، شغال سي أو شركة برايس هاوس جون. هو أنت رئيس الاتحاد الأفريقي للفيفا متقدم لك؟ يا ابني إيه ده؟ لأ ده اسم شركته عادي. بقول لك إيه يا مايا؟ انا ما بحبش الشغل دوت. وريت لما حيلي بقى ان في عريس متقدم لك، انا ما بحبش الجو، انا مش هتقدم لك دلوقتي خالص، انا ما بشتغلش اصلا، انا ما ينفعش اعدي من قدام باب فيلتكم. على فكره الموضوع مش كده اصلا، بابا رفض وطرد وشتم وقال له انت مش من مستوانا. قال له انت مش من مستوانا هو صاحب شركه؟ اه. ليه ابوك عاوز يجوزك فيرمينيو؟ ها ايه الاخبار؟ يا رب الاكل يكون عجبكم. اه حلو. طب ممكن بقى ناخد صوره ننزلها على البيج؟ يلا بينا. يلا يا ديبو. يلا ديبو ايه؟ ما بتصورش انا مع الاكل والجو الرخيص ده، ما بحبوش. ديبو دي دعايه. دعايه ايه؟ هو انا تامر عاشور؟ انا عندي 13 على الانستجرام. 13000 ايه؟ لا 13 وفي 3 عاملين لي بلوك اصلا. طيب خلاص زي ما تحب. يلا. ايه ده ايه ده؟ داري كتفك، داري كتفك يا حبيبي. ما اخدش الصوره على فكره عشان ما بحبش كده. يغير عليا. ايه الصوره خلصت؟ شكلها غلبانه قوي البت دي، تلاقيها بتصرف يا عيني على اخواتها وامها وشايله البيت. يا صاحبتي من زمان، جارتي اصلا في الكومباوند. ما هو الكومباوند بيحتاج. ايه؟ جارتك في الكومباوند وشغاله على عربيه كبده؟ يعني عامله فلوس كومباوند من عربيه كبده؟ ازاي؟ خلي بالك منها بقى عشان البت دي ممكن تكون العربيه دي مش عربيتها، وده دلاب مخدرات. اسمعي مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ترميني. اصلا هي غنيه جدا مش محتاجه، هي عاملاها از بزنس يعني. اصلا الاكل ما بيخسرش كده كده. اه از بزنس، انا فكرت بزنس بس هو از بزنس. كل بقى مش عارف بقى اللي هو از بزنس. ابوكي بقى رفض صاحب الشركه ولا بقى المفروض اروح اتقدم؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.